كابتن عادل زمالك كباتن، الخساره اليوم تعني ان لا بديل عن الفوز مباراتي المريخ والهلال. طب خلينا نعرف خسرنا ليه من وجهه نظر متواضع. النهارده اربع اسباب لهزيمه النادي الاهلي، اقولهم وبعدين اشرحهم ببساطه كده. اولا ضغط المباريات من شهر 12، الضغط اللي عليك دائما، واحد ما لعيبه منتخب ولعيبه نادي وتلخبطه وارتفاع مستوى في مجموعه من اللاعبين ولعب مباريات كتير وعدم وانفت للعيبه كتير، يعني اللي هم مش بيبقوا جاهزين. اتنين، اخر مباراه للنادي الاهلي رغم انه كسب انا كنت اتمنى انه تؤجل لانه مباراه صعبه فيها كم جري كتير، يعني احنا اتكلمنا فيها وقلت كتير وقلت النادي الاهلي هيلعب المباراه دي رغم الضغط اللي هيبقى فيه، هيروح جنوب افريقيا مش هيبقى قادر. ده لا، 9 ساعات سفر، انت بتتكلم في طيران وانت بتتكلم تخرج من المباراه على هناك على المطار. ما كانش في كان، يعني انا مش بقول علشان لو كنا كسبنا كنت قلت نفس الكلام ده النهارده، لاني انا مش هتكلم علشان احنا خسرنا فببرر، لا انا بقول لك الاسباب. فكان يجب ان مباراه بيراميدز دي تتاجل وعلشان كمل الجري اللي كان فيها وممكن تلعبها بعدين. تالت حاجة، تغيير طريقة اللعب كتير قوي مع مستر موسيماني في المباراة الواحدة، ممكن يغير طريقتين وتلاتة والحاجات دي. عدم انتظام اللعيبة في الأماكن، في ناس النهاردة أنا شايف حمدي فتحي ولا بيلعب في السرد باكات ما بين الاتنين ولا بيلعب ما بين الاتنين اللي قدام، يعني ديانج والسولية ما بيلعبش بينهم ولا بيلعب ما بين محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم. هو المفروض اللي هو، بس خليني اكلمك على حته تغيير طريقه اللعب دي. لو اللعيبه مش مجهده كانت تقدر تنفذ اي طريقه، فطريقه اللعب مش هي الاساس. يعني طريقه اللعب النهارده 3 4 3 مش هي الاساس، هي الاساس النهارده في الموضوع زي ما قلت حضراتكم ان اللعيبه مجهده. بمعنى ايه يا كابتن اللي مش هي الاساس؟ وعلى فكره ما لعبش 3 4 3 3 طريقه اللعب عامه. لا هو بس عادي كان بيتكلم النهارده، احنا لعبنا النهارده 4 3 3 لان حتى عبد الفتاح كان بيزيد كتير. يعني لا، انا شوف عاوز اقول لك حاجه يا كابتن، من الذكاء لما تكون مجهد العب بالطريقه اللي ما فيهاش كم جري، 4 3 3 فيها مساحات وجري كتير. خلينا نتكلم ببساطه وفي شغل تدريب يعني. فده السبب رقم ثلاثة، ان هو اجهاد اللاعبين زائد تغيير اماكن كتير قوي، تغيير لعيب بيلعب في مكان. يعني طار محمد طار النهارده لعب فين؟ ناحية الرايت. بس انت مضطر. انا مضطر فين؟ ما حسين الشحات لعبها قبل كده. يعني خلي، انا مش مضطر ولا حاجة، انا مدرب ما بقاش مضطر. احنا لما بنبقى كويسين بنقول احنا كويسين. ورام ربيع لعبها قبل كده. ورام لعبها قبل كده. ورام كان موجود. محمد عبد المنعم ما لعبها في المنتخب. لو انت عندك اضطرار. لكن طاهر محمد طاهر ما يقدرش يلعب باك رايت، مش هيديك ولا هنا ولا هنا. يعني لو في الراس حربه ممكن، لكن حسين الشحات ياما لعبها كتير. حسين الشحات اصلا بنستغله في الحته ان هو تعرف انه باك رايت او جناح يمين، بيلعب ما بين الاثنين. دي ثالث حاجه. رابع حاجه بقى، وقت المباراه، انا بقى دي وجهه نظر، وتغيير النظام التغذيه وحاجات كده كتير. لكن من هنا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي، يجب على مستر موسيماني يعرف انه لازم تسبب اسباب كتير قوي علشان تخلي فرقتك كويسه. لازم تعتنوا بحته الاستشفاء، انت بتلعب مباريات مش منتظمه، لازم تعرف ان هتتحط في حاجات كتير قوي وهيدوسوا عليك كتير قوي حتى في التحكيم. لازم تعرف انك النادي الاهلي كده. فأنا من وجهة نظري ما كانش يجب النهاردة التغيير كتير في طريقة اللعب، وما كانش يجب الاستعجال للمكسب. كان يجب الوقوف، وأنا يمكن قلتها مش بقول كده عشان نخسر، أنا كنت متخوف من أول الماتش يا كابتن وكلمتك حتى الجون، قلت لك هم عندهم مستين ميزة في الكور الثابتة اللي عليهم اللي ليهم وعليهم عيب كبير. فأنا بقول لك إنه كان يجب ما تستعجلش المكسب، كان يجب انك تقف كتير وانت مجهد، كان يجب انك تضيق المساحات بين بعض ما تبعدش. هو اللي خلى قفشه النهارده، انا شفت قفشه النهارده في حاله لا يرسل. قفشه كان وحش قوي النهارده. ليه؟ لانه قفشه ما يعرفش يلعب بسبرنتات. قفشه لازم ياخد نفس ويوقف الكوره ويلف ويبص ويلعب. محمد شريف النهارده
فين محمد شريف؟ تحركات محمد شريف لوحده قدام معزول. بيرستاو يعني انا قلت النهارده ان بيرستاو المفروض يبقى من افضل اللعيب، تحس ان هو عاوز يثبت نفسه لفرقه جوهانسبرج لفرقه سان داونز. ليه؟ مشدود قوي والكره تاخد له وتروح وتطول منه والحاجات دي كلها. في حاجات كتير قوي لازم نحط ايدينا عليها. احسن حاجه في الفرق الكبيره ان لما يعني احنا اخفقنا النهارده بس بنقوم بسرعه. احنا مش خايفين احنا ما نوصلش. النادي الاهلي البطولتين اللي فاتوا طلع تاني تاني المجموعه وخدناهم ان شاء الله. واحنا يمكن اتكلمنا في وقت قبل كده وانا قلتها قبل كده، قلت ربنا يستر في الفتره بتاعت دوري المجموعات لان صعوبه المباريات كتير قوي علينا. يعني ضغط وما بتتسعدش. لا يعني انت ما بتتسعدش، تروح تلعب في كاس العالم للانديه واحد يوعدك يقول لك هتلعب بجميع لعيبتك، ما تلعبش بلعيبتك. تروح عندك ماتش مهم مع سان داونز يلعبوك مباراه صعبه جدا مع فرقه كبيره زي بيراميدز، مهما كان كسبت ولا ما كسبتش. فنخلي بالنا الايام اللي جايه في تحدي كبير قوي على النادي الاهلي وعلى موسيماني وعلى الفرقه. مش معناها هم ادوا اداء كويس بقالهم فتره ومتحدين الصعاب وبيعملوا حاجات كتير، مش معناه ان هم يتغلبوا ان احنا نقلب الدنيا، بس احنا بنقول اسباب طبعًا. لازم نراعيها فقط ولازم نعالج ولكن الأسباب. ولازم تتعالج، ولكن احنا في ظهرهم وهارد لك طبعًا. يرفعوا راسهم ولا اي حاجه، هنوصل وهنبقى كويسين وهنشتغل كويس ان شاء الله. ان شاء الله كابتن بلال هارد لك، ولو ان كابتن سما قال لك يعني تتقال في المواقف اللي انت كنت فيها كويس يعني، لكن النهارده كان يوم النادي الاهلي بعيد جدا عن المستوى. هل فعلا زي ما الكباتن قالوا